بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والواله. أما بعد إخواني إخواتي، عدت إليكم فيديو جديد لتجربة إنبوكسين فتح علبة وبعض المعلومات على كاميرا سوني ألفا 7 مارك 3 من شركة سوني. نقوم الآن بفتح علبة الكاميرا. يوجد داخل الكاميرا كتيب تعليمات، والذي ستحتاجه لمعرفة كيفية استعمال الكاميرا احتفظ به لأنك ستعود إليه. يوجد كذلك حزام الكتف وسلك وصل الكهرباء مع محول تيار. وسلك USB مايكرو. كذلك توجد البطارية قابلة لإعادة الشحن. وهنا يوجد الجسم الكاميرا، هو هذا، كاميرا فخمة. جسم الكاميرا صغير في الحجم وخفيف في الوزن. من ناحية التصميم، تم تصميم هذه الكاميرا حتى تعمل بشكل موثوق في البيئات الصعبة. تم تعزيز الهيكل بغطاء علوي وغطاء أمامي وإطار داخلي من سبائك المغنيسيوم شديدة القوة وخفيفة الوزن. ازداد عدد البراغي لتركيب العدسة إلى 6 براغي لزيادة مستوى المتانة. تم إحكام العزل الأزرار والأقراص الرئيسية، كما تم توفير العزل عبر الهيكل بالكامل مع غطاء جلدي في المقبض الكاميرا معمول بجودة عالية وملمس أخشن ويعطي جمالية للكاميرا. من الواجهة هناك شاشة 3 إنش قابلة للإمالة، زر موفي لبدء التسجيل، زر مخصص للحماية، زر قائمة مينو، عجلة التحكم، زر تشغيل الصورة أو الفيديو لصورتي، وزر حذف ديليت. من أعلى هناك مفتاح التشغيل والإيقاف أون أوف، وزر المصراع لأخذ الصورة. يوجد كذلك كوب العدسة ومنفذ وسيط متعدد الاستخدام، ممكن تستعمله في تركيب فلاش خارجي أو ميكروفون خارجي. يوجد كذلك قرص وضع الإعدادات وأزرار C1 وC2 للتخصيص، كذلك قرص تعويض التعريض الضوئي، ومكان لربط حزام الكتف على طرفي الكاميرا. على اليمين هناك منفذين لكروش الذاكرة من نوع SD كارت، وهو شيء ممتاز. إضافة أن الكاميرا تحتوي على إمكانية اتصال عن طريق البلوتوث والواي فاي وNFC. على اليسار يوجد منفذ الميكروفون الخارجي، ومنفذ 3.5 لسماعات الأذن، ومنفذ HDMI، ومنفذي USB Type-C ومايكرو USB للشحن ونقل البيانات. من الأسفل هناك فتحة إدخال البطارية وغطاء البطارية وفتحة أو ثقب تركيب تريبود. الشاشة تعطيك سطوع 100% عند التصوير بجودة 4K. حجم الشاشة 3 إنش قابلة لإمالة وتعمل باللمس، ولكن خاصية اللمس فقط للفوكس. هذه الكاميرا بدون مرآة من شركة سوني، كاميرا تصوير فيديو 4K فول فريم بسنسور 24 ميجا بيكسل مضاء من الخلف، كما تحتوي على معالج صور بايون زد إكس، مما يسمح بالحصول على أفضل جودة ممكنة من المستشعر. تتوفر على نظام تثبيت داخلي خماسي المحاور. أغلب كاميرات فول فريم لا تحتوي على هذه الميزة، وهي موجودة فقط في كاميرات سوني. وهذا النظام يفيد عند استخدام عدسات تحتوي على نظام تثبيت لتعزيز التثبيت. أداء الكاميرا جيد عند التصوير في الظروف إضاءة المنخفضة. كاميرا سوني قادرة على تصوير صورة ثابتة بمعدل 10 إطارات بالثانية بصيغة رو أو JPEG، كما تقوم بتصوير فيديو بدقة 4K HDR، كما تقوم بتصوير المشاهد السريعة بمعدل 120 إطار في الثانية
بدقة 1080 بيكسل، وكذلك ميزة S-Log2 والتي تسمح بالتقاط طيف واسع من درجات السطوع. كما تتوفر كاميرا سوني على 693 نقطة تركيز تلقائي تغطي قرابة 93% من الإطار، وتتكامل مع بعضها لتأمين تركيز تلقائي أسرع مما كان موجود في الكاميرا سوني A7 II. نظام التركيز يعمل بكفاءة حتى في الظروف الإضاءة الخافتة. كما تشتمل الكاميرا على محدد رؤية OLED ب 2.3 مليون نقطة. من ناحية البطارية، بشحنة واحدة كاميرا للكاميرا ستحصل على 710 صورة ثابتة للتصوير الفوتوغرافي ومدة 2.5 ساعة للتصوير الفيديو، مع إمكانية شحن الكاميرا عن طريق مدخلين USB مايكرو و USB C. وزن الكاميرا 650 غرام. بالنسبة للتصوير سلو موشن، بإمكانك تصوير لقطات سلو موشن بسرعة 120 صورة لكل ثانية بوضوح 1080 بيكسل، ولكنها ليست أفضل كاميرا لتصوير اللقطات البطيئة. سلبيات هذه الكاميرا: لا يوجد شاحن خارجي للكاميرا، لازم تشحن البطارية وهي داخل الكاميرا أو تشتري شاحن خارجي على الرغم من أن الكاميرا ثمنها غالي. السلبية الثانية وهي أن خاصية اللمس في الشاشة خاصة فقط بالفوكوس أو تغيير نقاط الفوكوس في الكاميرا، وليست شاملة لكل خصائص مثل إعدادات الزوم وغير ذلك. إضافة أن الشاشة غير قابلة للطي وإنما قابلة للإمالة فقط، لكن هذه أمور تبقى أمور جانبية، والكاميرا هي كاميرا ممتازة جدا. خلاصة القول: كاميرا سوني ألفا 7 مارك 3 كاميرا جيدة جدا، كاميرا تعطيك مميزات كثيرة وجودة صور رائعة وتصوير 4K رهيب وسرعة فوكوس قوية مع جودة خامات عالية وتصميم جذاب وفخم. كان هذا كل شيء على كاميرا سوني ألفا 7 مارك 3. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك والجرس ليصلك كل جديد. شكرا على المشاهدة، وإلى لقاء آخر.